السلام عليكم الاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير دائما. اليوم مع فيديو جديد. اليوم جيت نحضر معكم طريقه تحضير مركز بالحامض او الليمون اللي كيجي رائع. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. كما كتعرفوا الحامض موجود بكثره هذه الايام والثمن ديالو رخيص، ما كيتعداش 3 دراهم. استغلوا الفرصه، راه كيجي هذا المركز رائع، كيخرج كميه اللي تبارك الله ما شاء الله كبيره. كما كتشوفوا خديت انا 3 كيلو ديال الحامض. كنختاروا الحامض يكون نقي، القشره ديالو تكون نقيه. كناخذوا حكاكه رقيقه، كنحكوا غير القشره الفوقانيه، ما كنوصلوش للقشره البيضاء باش ما كتعطيناش داك المرار. كما كتشوفوا غنحك هذه الكميه كامله اللي عندي ديال 3 كيلو، غنحكها في هذه الحكاكه الرقيقه كما كتشوفوا معايا. من بعد ما ساليت الكميه اللي عندي في الحكان، حكيت الحامض كامل ديك 3 كيلو اللي عندي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. وغناخذ داك الحامض وغادي نعصرو كامل، يعني غنعصرو. من بعد ما كملت الكميه اللي عندي ديال الحامض وعصرته وصفيته مزيان، غنضيف له القشره اللي حكينا ديال الحامض وغنخلطهم مزيان. عاد غنضيف ليهم السكر سنيده، غنحتاجوا كيلو ونصف ديال السكر سنيده حيتاش عندنا 3 كيلو ديال الحامض، كل كيلو غنحتاجوا معاه نصف كيلو ديال السكر سنيده. Thank you.
من بعد ما حركتهم مزيان غادي نغطيها بواحد السلوفان وغنديرها على الجنب. وقت ما دخلت الكوزينه او لقديت شي غرض في الكوزينه غادي نحركهم واحد التحريكه خفيفه باش داك السكر سنيده يذوب معانا. يعني الا درناه بنهار يعني الا درناه في الصباح نبقاو النهار كامل وحنا كنحركو، ولا درناه هكا بالليل نحاولوا اننا نحركو واحد شويه كل شويه نحركو باش يذوب معانا داك السكر سنيده. المهم كتخليوه نهار كامل او ليله كامله. صافي كما كتشوفوا معايا ها هو وجد عندي كيولي يعني مركز يعني، وكنصفيو ديك القشره اللي كتكون فيه كنصفيوها كما كتشوفوا معايا. انا صفيتهم هاد القشره راه غنحتاجوها يعني ما نضيعوهاش، كتحتاج في الكيك كتحتاج في بزاف د الحوايج يعني راه كديروها في شي بلاستيكه وكديروها في المجمد ملي كتحتاجوا ديروا شي كيك ولا شي حاجه راه كتنسمو بها يعني ما كنضيعوهاش. كما كتشوفوا صفيت الكميه اللي عندي وغادي نفرغها في اكياس. وهذا هو الشكل النهائي، كنحصلوا على مركز اللي كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه. فرغته انا في بلاستيكات كما كتشوفوا معايا، كل بلاستيك درت فيها جوج كيسان ديال العلبه، جوج كيسان ديال العلبه كيخرجوا لي جوج اطرون ديال العصير الحامض. بالنسبه للبنات راه ما كنضيفوا لا سكر لا حتى حاجه، يعني كنضيفوا غير الماء فقط. يعني انا هاد الكميه اللي حضرت معكم راه كتخرج لي 5 اطرون ديال العصير الحامض. وبالنسبه للبنات راه ما كيجمدش يعني وقت ما بغينا نجبدوه كنجبدو القياس اللي بغينا، يعني نقدروا نجبدو حتى كاس، يعني معلقه راه كتحضر لنا كاس ديال العصير ديال الحامض كيجي رائع. كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه حيت الصراحه كيستاهل، يعني كيستاهل التجربه. كما كتعرفوا الحامض هاد الوقيته كيكون موجود وكيتحتاج في رمضان، عصير صحي وزوين يعني كيتحتاج في رمضان. كنتمنى البنات اليوم الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليوا لي تعاليق ديالكم، وشكرا على المتابعه. Thank you.